البوسني، البوسني الخليلو، البوسني الوحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي بتصريح ناري ناري وصادم للمغاربة، يحسم مستقبله مع أسود الأطلس يا سادة إكرام، كذلك يكشف أمر خطير وناري في عودة زياش إلى المنتخب المغربي. هنعرف كل هذه التفاصيل رسميا في أكبر قنوات الوطن العربي داعمة للنجوم المغاربة والمنتخب المغربي. ولكن انزل اعمل لايك، انزل اعمل لايك، اللايك والاشتراك مش هياخدوا منك فيمتو ثانية، ما تكونش بخيل، خاصة ان احنا في شهر رمضان الكريم. فعل زر التنبيهات علشان الاشعارات تلسوعك في اي فيديو جديد ننزله، ثم تدخل تشوف حلقاتنا الجديدة ومفاجأتنا عن الكرة المغربية يا سادة يا كرام. الخليلوزيتش، خليلوزيتش بتصريح ناري يحسم مستقبله من البقاء او الرحيل عن منتخب المغرب. خليلوزيتش اكد بانه ليس لديه اي نية تماما لتقديم استقالته من تدريب المنتخب المغربي، واكد وحيد خليلوزيتش ان فوز لقجع اكد له انه يثق فيه اشد الثقة لتحقيق الإنجازات للكرة المغربية في الفترة المقبلة. وبالتالي بهذا التصريح خليلوزيتش قفل الطريق تماما عن رحيله عن المغرب، وأكد بأنه سعيد باستمراره مدرب للمغرب، وسعيد أيضا بأنه يمتلك أسماء كبيرة جدا في المنتخب المغربي، ووعد المغاربة بتقديم أداء عظيم في المونديال وتحقيق بطولة إفريقيا القادمة. كذلك أكد خليلوزيتش أن أمر عودة زياش بنسبة 100% مؤكد، زياش وافق على العودة، خليلوزيتش أنهى الخلافات رسميا، زياش أسد أطلسي.